يا صباح الفل. بنت نسمة قالت لي ان انت ما فطرتيش. بصراحه ما هنش عليا، قلت اجيب لك الفطار بنفسي. متشكرة يا فاروق. رؤيا والحاج محمود قبل ما يموت ما قالكيش حاجه؟ حاجه زي ايه؟ ان انا وانت هنتجوز. هتجوز؟ انا كنت طلبت ايدك منه قبل ما يموت بيومين كده، وهو قال لي استنى بس لما نتجمع عشان اعلن الخبر. بس منه لله ياسين بقى، مش عايزنا نفرح. ايه يا فاروق، بس انت متجوز. ايه المشكله يعني؟ وانت يا رؤية مش عارفه ان انت حب عمري. الحقيقه يعني ما كنتش بفكر في موضوع الجواز ده دلوقتي. لا مش صح، مش صح. لازم تفكري في الموضوع، حتى على الاقل يبقى وجودك في البيت هنا له معنى، ولا ايه؟ طب ممكن على الاقل تديني شويه وقت افكر فيه. طبعا براحتك، يومين ثلاثه كده حلوين. لا يعني اديني بس وقت نقرب لبعض فيه يا فاروق. من عينيا، اوعدك اول ما نتجوز هسيبك تقربي مني براحتك. امين. ايوه، انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ مش فاهم يا اخويا. انا اتنقصت وعرفت الكوافير اللي بتروح الست داليا، وسالت البنت اللي شغاله في الكوافير قالت لي انها بتروح كل يوم 4. ايوه بعدين؟ ولا قبلين رحت سالت الراجل بتاع الكوافير ينفع تشغلني عندك ان شاء الله شهر ببلاش تجربني، وقال لي افكر. ايوه طب داليا مش هتحس بحاجه؟ ولا هتحس الا بكل راحه والله العظيم، ده انا ايديا دي بلسم كده في المانيكير والباديكير. ايوه طب انت دلوقتي متاكده هتعرفي تدخلي البيت بالطريقه دي؟ يا اخويا هجرب يعني، ما تقلقش عليا، المهم بس انك تبقى راضي عني. ربنا اللي يعلم يا سامية. يعلم ايه؟ انك راضي عني؟ مش عارف، الواحد منها هيتجنن. الراجل التقيل ده وسابني ومشي وانا بكلمه.